افتحي الباب. من الطارق؟ قلت لك افتحي. من؟ حمدان؟ أجل، انتظر، الرزلة لا تتحرك بسهولة. افتح الباب. حمدان، من أصابك؟ ماذا جرى لك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنه هو الذي أراد القبض علي، فإذا هو زوجها. ما الذي جرى يا حمدان؟ حدثني. لقد فاتنا الثراء والترف يا امرأة. الثراء والترف؟ ماذا تعني؟ لعنة الله عليه. ليتني أجده فأقبض عليه أو أقتله. من هو يا حمدان؟ من؟ الفضل. أجل، الفضل بن الربيع، لم تعلمي؟ الفضل الذي كنت حارسا في قصره؟ أجل. حمدان، وخيره الذي ملأ بطوننا. لقد كان بيني وبين الغنى شعرا. ما أراد لنا الله سبحانه وتعالى أن نغتني بهذه الطريقة، ربما أراد لنا الخير. اهدأ يا حمدان، طبخت لك هريسة وحلوى. لقد كان بيني وبين السعادة لحظات، أجل لحظات، سأبحث عنه في جميع أرجاء بغداد. أجل، سأبحث عنه في كل مكان. معذرة، يبدو أنك لا تصيغ طعامنا هذا. أستغفر الله، فإن ما فعلته تقف دونه كل مكارم الأرض. أستغفر الله، ما قمت إلا بواجب الضيافة. اسمع يا مولاي، لست مولاك. دعك من هذا، فقد عرفتك، ولكن اطمئن، فقد زدتنا شرفا. ألست صاحب القصة مع زوجي؟ أجل، قد سمعت ما عنده. نعم، اجلس يا مولاي، وتعش واتق الله في نفسك، ولا ترمي بها إلى التهلكة. لا شهية عندي للطعام. إذن هيئ نفسك واتبعني، فلن أطمئن عليك مع زوجي، ولكن أرجوك لا تظهر أي صوت، فهو نائم. أيها الرجل، استرني، سترك الله. تفضل. تفضل، اجلس. الحمد لله. معذرة، إذا رأيت بساطتي وقلة أثاثي، فأنا رجل وحيد
وعازم في هذا البيت. كنت أبقيت شيئا من الغداء لعله يكفينا. ها؟ بارك الله فيك. تفضل تفضل. بارك الله فيك. كل معي واعذرني إذا كنت مقصرا. جزاك الله خيرا وأحسن إليك. كل يا رجل، فبين رمية حجر وسقوطه فرج. ليس غريبا علي هذا الوجه، أظنني رأيتك كثيرا قبل هذا اليوم. لا لا لا، لم أرك من قبل. أرى لحيتك مقصوصة بيد غير ماهرة ومخففة أكثر مما ينبغي. عند أي مزين خففتها؟ لا اسم له، لا أعرفه ولا حانوت له. أجل، يطلب الرزق على قارعة الطريق ولكنه يجهل حرفته. لا تسلمه لحيتك بعد الآن وأنا أعدلها لك. أأنت مزين؟ أجل، وأتقن الصنعة. وأين دكانك؟ قريب، عند الطريق المؤدي إلى قصر أمير المؤمنين. أؤكد لك أن وجهك ليس غريبا عني، فأنا رأيتك كثيرا في المواكب ولكن ليس بهذه الهيئة. الناس يتشابهون. أجل، فالناس كلهم من آدم وحواء، أليس كذلك؟ بلى بلى. وأين كنت؟ أعذرني، فنحن المزينون كثيرو الكلام، نحن كالمؤدبين، أعني المعلمين، ولو إننا لا نختلف، هم يزينون عقول الناس ونحن نزين وجوههم ورؤوسهم. هم يعملون من الداخل ونحن نعمل من الخارج. يا هذا، إني أراك رجلا كنت ذا نعمة فأدارت زمن ظهره إليك، ولكنك ما تزال على حال من الأدب والنظافة بحيث تختلف عني، فاعذرني، فأنا رجل مزين وحجام وأخشى أن تستقذرني. معاذ الله يا أخي، معاذ الله، فقد أحسنت إلي كل الإحسان. على أي حال سأعود الظهر وأحمل إليك ما يصلح الأمر، أستأذنك. على بركة الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد رسولك الأمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما هذا الذي تحمل؟ إني كما قلت لك مزين وحجام وأخشى أن تستقذرني، وقد أفردت لك ما جئت به، فلك طبيخك وماعونك ولي طبيخي وماعوني. يا أخي يا أخي، لما كلفت نفسك كل هذا؟ فعلت ما فعلت وما تزال خجلا مني. سأعود إلى دكاني وأرجع عند المغرب، سأقفل باب الدار من الخارج. صحبتك السلامة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ أراك تأخرت اليوم. الرزق اليوم وفير، لعل السبب وجودك. ولكنك لم تخبرني عن سبب تأخرك. توالى علي عدد كبير من وجوه القوم وعليتهم، فعدلت لهم لحاهم وكأنهم على موعد. أنا لا أعمل هذا العمل إلا في الأعياد. لعل هناك مناسبة. أجل، فالناس يتجمعون على باب قصر الخليفة الجديد، وبخاصة الوجوه والتجار. لما؟ ينتظرون الإذن للتسليم علي ومبايعته. ها؟ سأغسل هذه الفاكهة لنأكل منها. ها؟ أراك مهموماً اليوم. أجل، أجل يا صاحبي. ربما كان في ذهنك شيء تروم ذكره. ما ذكرت؟ ماذا؟ الضيافة يا أخي 3 أيام، وقد أحسنت وأجملت وبارك الله فيك. أريد الخروج. لا، لا تفعل بالله عليك، فإني كما ترى وحيد ولست ممن يطرق. اطمئن، فإن خبرك لا يخرج من عندي أبدا، فأقم، أقم حتى يفرج الله شدتك. بل أغادر، أغادر، ولك الشكر بعد الله. إلى أين؟ إلى محلة باب التبن. وأين تكون محلة باب التبن؟ تحاذي مقبرة قريش، هناك عجوز أعرفها. إن كنت مصرا فعلى بركة الله. من؟ من في الباب؟ من؟ افتح الباب، أنا أبو العباس. أبو العباس؟ تفضل، تفضل يا سيدي. لا أصدق، والله لا أصدق يا سيدي، أنت على هذه الحال. لست مصدقة. هلم يا سيدي، هلم يا سيدي. قاتل الله الأيام. لا عليك، لا عليك يا امرأة. حسن يا سيدي، أرح نفسك، سأسقيك ماء، أرح نفسك. تفضل يا سيدي، تفضل. جزاك الله خيرا. أشكرك يا سيدي. الحمد لله، الحمد لله. من أين قدومك يا سيدي؟ من درب سليمان. درب سليمان. تذكرت، الدرب الذي يسير مع النهر من جهة الكرخ. هو بعينه. ولكنه يا سيدي بعيد، بعيد جدا. من هناك وعلى قدميك. حسنا يا سيدي. من جاء بالفضل ابن الربيع حيا او ميتا فله 1000 دينار واقطاع غلة
هذه فرصتك الثمينة، وتخرجين مما أنت فيه من فقر وحاجة. لا لا، إنه ذو فضل كبير علي. أكلت في بيته وغرقت في بحر نعمته. أراك غارقة في بحر همومك. لا تهتمي، لدي من المال ما يكفي، فلا تكوني في حيرة من أمر العشاء. كلا كلا يا سيدي، بل كنت أتذكر، نعم، أيام عزك وسلطانك. نعم يا مولاي، نعم. ما الذي حصل من أمر الفضل بن الربيع؟ علمنا يا مولاي أنه لم يغادر بغداد، ونحن جادون في البحث عنه والقبض عليه، ولن يستعصي علينا أمره. وهل من خطر علينا منه الآن حتى نكلف أنفسنا عناء التفكير فيه والقبض عليه؟ يا أمير المؤمنين، إن الأمر مستتب في بغداد وأطراف المملكة، فلا خوف من هذا الرجل أو غيره. فعلام إذن هذا الاهتمام به واستنفار الشرطة والجند للقبض عليه؟ غسان بن عباد في الباب يا مولاي، ليدخل. السلام على أمير المؤمنين. وعليك السلام ورحمة الله. تفضل أبا عباد. كنا نتحدث عن الفضل بن الربيع، هو مستتر الآن ولا علم لنا بمكانه. يقول إسحاق إنهم جادون في البحث عنه والقبض عليه. ماذا تقول أبا عباد؟ الرأي رأيك أولا وآخرا يا أمير المؤمنين. بعد إذن أمير المؤمنين. لعله أمر هام يا إسحاق، على بركة الله. أتتذكر الفضل أبا عباد؟ كيف لا أتذكره يا أمير المؤمنين، والمسافة بيننا أيام معدودات. لا أعني ذلك، إنما أعني ما كان عليه من سطوة وسلطان. هذا هو أمر الدنيا يا مولاي. منذ أيام وأنا أفكر في أمر هذا الرجل، وفي نفسي الشيء الكثير عنه. لقد قيل يا مولاي في هذا الرجل الشيء الكثير، ولا شك أن رجلا هذا مبلغه من السلطان، وتلك معايشته للأحداث، وقد كثر أعداؤه كما كثر المستفيدون منه. أقول إن رجلا كهذا لابد وأن يضاف عليه شيء كثير. أسفي على هؤلاء الذين خدمونا أبا عباد، كيف انحرفوا عن الحق ولازموا الباطل. هي الحياة يا أمير المؤمنين بمغرياتها ولذاتها وصلاحها تفسد وتصلح. وما بلغ سمعي يا أمير المؤمنين طعن فيك أو تطاول عليك من هذا الرجل طيلة خدمته وحجابته لأبيك أو وزارته لأخيك. أجل، لعل خدمته لأبيك رحمه الله ومعرفته لك وإحساسه بفضلك وأنت صغير مما حمله على عدم المساس بك. ربما. لقد عاش هذا الرجل على أعتابكم هو وأبوه يا أمير المؤمنين، وخاصما كثيرا من الناس لأجلكم، وقضيا أيامهما في خدمتكم والإخلاص لكم.
ما تقوله يا أبا عباد ملك علي أفكاري منذ وصلت مدينة السلام، وأنا متردد بين قتله والعفو عنه. إن ساعة صدر أمير المؤمنين وعظم حلمه يغري الجميع بعفوه، وما من شيء يستعبد الطيبين كالعفو عنهم بعد المقدرة. عسى الله أن يهديني لأمره وأمر غيره. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. هل بك حاجة يا سيدي؟ فأنا خارجة. وهل من بيع وشراء وقد ساد الظلام؟ جارتنا زوجها بقال يختزن بضاعته في داره لضيق دكانه، فلعلي أجد شيئا يصلح عشاء لك يا سيدي. إن كنت تريدين شيئا لك فاذهبي، أما أنا فلست في حاجة إلى شيء. حسنا، سأعود بعد قليل، فالمكان قريب. برعاية الله. تأخرت عليك يا سيدي. لكنك لم تأتي بشيء مما خرجت لأجله. ما وجدت شيئا عند جارتنا يا سيدي. لدي ما يسد الرمق الآن. نعم، والصباح رباح. أجل، الصباح رباح. الفضل بن الربيع، قضوا عليه وقيدوه. لا داعي للقيد يا إسحاق. أوثقه فقط، هيا. احضري غدا لتتسلمي جائزتك. إسحاق يا أمير المؤمنين. ليدخل. أمر مولاي. السلام على أمير المؤمنين. وعليك السلام ورحمة الله. ما
ما وراءك يا إسحاق؟ قبضنا على ابن الربيع يا مولاي. أين هو الآن؟ في الانتظار يا مولاي. داحوا في الانتظار الآن حتى أصلي ركعتين. حل وثاقه واخرج. أهذا أنت يا ابن الربيع؟ سبحان الله، أتدري لما سجدت لله يا فضل؟ أجل يا أمير المؤمنين، شكرا لله الذي أظفرك بعدوك المغري بينك وبين أخيك. ما أردت هذا يا فضل، إنما سجدت شكرا لله على ما ألهمني من صبر وحب لحقن الدماء والعفو عن المخطئين. حدثني بخبرك يا فضل. يا أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، في مقام العائذ بك الطامع بعفوك، ولئن كبر ذنبي يا أمير المؤمنين فعفوك أكبر. خذوا الفضل ليغتسل، ثم ردوا إليه كسوته وأحضروه، وليحضر معه صاحبه البزاز والجندي وزوجة الجندي والمزين والعجوز التي أخبرت عنه. السلام على أمير المؤمنين. وعليك السلام ورحمة الله. اجلس يا إسحاق. كنت تنتظرين الجائزة في الباب؟ نعم يا أمير المؤمنين. ما دفعك إلى ما فعلت مع هذا الرجل مع إنعامه عليك وإكرامه لك؟ الفقر، الفقر يا مولاي، والعوز والحاجة. هل لك زوج أو ابن أو أخ؟ لا أحد لي يا مولاي. أخرجوها وأجروا لها ما يكفي قوتها. ما حملك مع ما عملت مع هذا الرجل؟ الرغبة في الجائزة يا مولاي فقط. أجل يا مولاي. أتعرفه من قبل؟ أجل، لقد كنت حارسا في قصره، وهو الذي ثبتني في وظيفتي وكان يكرمني يا مولاي.
يطرد من وظيفته، فما فعله مع الفضل يفعله مع غيره. لتدخل زوجته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله. ما حملك على ما فعلت مع هذا الرجل؟ حق الضيافة يا مولاي. متى علمت بأمره؟ علمت بأمره من زوجي حين عاد. والجائزة، ألم تعلمي بها؟ علمت يا مولاي، ولكن المال يغدو ويروح، أما المروءة فباقية. ما زالت الدنيا بخير، كثر الله من أمثالك. أترضين أن تكوني قهرمانة في القصر؟ قهرمانة مرة واحدة؟ أجل، ومن نجد أكثر منك مروءة. هذه المرأة عاقلة أديبة، أفردوا لها بيتا من بيوت القصر وتعامل معاملة مبجلة. وزوجي يا مولاي؟ يلحق بك. أدامك الله يا مولاي وثبت سلطانك. علي بالمزين. السلام على مولاي أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل عرفت هذا الرجل وأنت تؤويه؟ ما عرفته يا مولاي، لا قبل إيوائه ولا بعد إيوائه، ولست عارفا له حتى هذه الساعة. لما كل هذه العناية والرعاية إذن؟ الضيافة يا مولاي، للضيافة حق. لو جاءك ضيف ألا تفعل معه ما فعلت؟ بلى أفعل. الناس يا مولاي على دين ملوكه. يوظف المزين مزينا خاصا وحجاما لنا ولحاشيتنا، ويفرض له بيت في القصر، ويؤثث بأثاث خاص. أدام الله ملك أمير المؤمنين وكساه ثوب الصحة والعافية. يا ابن الربيع. نعم يا أمير المؤمنين. عد إلى أهلك وسننظر في أمر أولادك وحرمك، ومعاذ الله أن نأخذ أحدا بجريرة غيره حتى لو كان أباه أو ابنه أو أخاه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. صدق الله العظيم.